والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول السلام ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل مرحبا بأجمل ليالي السنة، مرحبا بمن هل ودنا، مرحبا بالضيف الكريم، أقبلت علينا يا شهر الله العظيم. نسأل الله الذي لن تطيب الدنيا إلا بذكره، ولن تطيب الآخرة إلا بعفوه، ولن تطيب الجنة إلا برؤيته، أن يديم ثباتنا ويقوي إيماننا وصحتنا، ويرفع قدرنا ويشرح صدرنا، ويسهل خطانا لدروب الجنة، وأن يجعلنا من عتقائه من النار. أعاده الله علينا وعليكم شهره الكريم بالخير واليمن والبركات. اللهم هيئ قلوبنا للشهر الكريم حبا للعبادة وفرحا بقدومه وتقديرا لفضله، وارزقنا فيه الرحمة والغفران والعتق من النار. طاولتي جميلة، والأهم من هذا الشيء أنه أطباقي بسيطة جدا جدا. حبيباتي، اليوم رانيش رايحة نقدم لكم وصفة. اليوم حنتكلم معاكم في هذا الروتين عن فضل شهر رمضان العظيم. بالنسبة لهذا الوصفات حنحضرهم بإذن الله، تلقوهم على قناتي بعد هذا الفيديو بإذن الرحمن الرحيم. بالنسبة للأطباق اللي حضرتهم، لأني سبق وقلت لكم طاولتي بسيطة جدا جدا، وهذا كان أول فطور في أول شهر رمضان في بيت زوجي. حضرت لا سوب دو ليغوم، أي حساء الخضر. درت البوراك تاع بلحم الديك الرومي، بوراك بلادانت. كان بزاف اقتصادي وبسيط، حوالي هنايا كاين واحد 15,000 تاع لادانت هكداك اونفيرون هنايا. الوغ دار لي كمية ما شاء الله من البوراك. ودرت تاني درت اومليت تاع البطاطا المقليه بالطون. هادو هما الاطباق اللي كانوا عندي الحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. حبيباتي، هذا الشهر الفضيل هو شهر رمضان، فيه 30 يوم كانهم يفوتوا 30 ساعه. ضيف خفيف خفيف بالبزاف علينا شهر رمضان الفضيل. حبيباتي، ما نقولوش ما نطيبوش، حنا نفرحوا عائلتنا ونفرحوا ازواجنا واطفالنا ووالدينا، كل عائلتنا بتحضير الاطباق تاعنا في شهر رمضان وسائر الايام. لكن ونحتسبوا الاجر لما نطيبوا، نحتسبوا الاجر لله عز وجل، لانه ربي سبحانه باذن الرحمن الرحيم كل انسان طيب في المطبخ وتتعب وكامل تحضر، ربي يعطيها اجر افطار الصائم بإذن الله. لكن حبيباتي، الشيء اللي حابه نقوله لكم انه ما نضيعوش نهارنا كامل في المطبخ، لانه ينتهي بنا المطاف نعياو في الليل، ولما نعياو ما نقدروش نقوموا الليل، ما نقدروش نصليوا تراويح، ما نقدروش نقعدوا نقراو قران بتدبر وتمعن، مستحيل، لانه التعب هذاك ياثر على الجسم تاعنا. وهذا الشهر كما سبق وقلت لكم هو شهر خفيف ظريف، سما تم يخلصوا هذوك 30 يوم، وبعد ما يفوتوا 30 يوم مش قدمنا احنا لرمضان، رمضان اللي تستجاب فيه الدعوات، اللي رمضان اللي يعتق الله عز وجل عباده من النار، رمضان اللي حنايا اللي هو شهر اهم، هو افضل الشهور عند الله عز وجل. إذا من هذا الباب ومن هذا المنبر حابة نذكر نفسي ونذكر حبيباتي أنه هذا الشهر نغتنم الفرصة، نغتنم هذا 30 يوم، ندعي ربي سبحانه عز وجل. ما عندناش دعوة واحدة حابين تستجاب، عندنا دعوات كثيرة جدا ما لا نهاية. إذا اللي ما عندهاش ذرية تدعي الله عز وجل تغتنم الفرصة، اللي زوجها مديون نفس الشيء، اللي عندهم مرض مزمن نفس الشيء، اللي عندهم أطفالهم أبنائهم غير صالحين نفس الشيء. كل إنسان عنده دعوة سرية أو جاهر بها عند الناس، يغتنم فرصة شهر رمضان. صدقوني هو أفضل الشهور عند الله وأهم شهر نغتنمو فيه الفرصة باش تتحقق لنا بإذن الرحمن الرحيم ويستجب لنا دعواتنا.
ونتقرب من الله عز وجل وتعلى درجاتنا. تعرفوا باللي ربي سبحانه هو الوحيد هو اللي يجزي الصائم، أنه كل عمل نعمله في الدنيا عنده الجزاء تاعو، لكن الصوم ربي سبحانه تركه لنفسه هو اللي يجزينا به. إذا من هذا الباب حبيباتي نذكر نفسي ونذكركم، ما تغفلوش على هذا الشهر الفضيل، ما تخلوش يروح هكذا يضيف، ولما يفوت رمضان تلقوا رواحتكم ما قدمتوا ولا شيء. وحاولوا أيضا ما تصوموش على الجوع والعطش فقط، صوموا عن الغيبة والنميمة. هدو هما النصائح حبيباتي اللي قدرت نقدمه لكم لهذا الشهر الفضيل، ونذكر نفسي ونفسكم بهم. ما بقى لي غير نقولكم حبيباتي صح فطوركم أو صح سحوركم. إذا نتلاقاو بإذن الرحمن الرحيم في فيديو آخر أو وصفة أخرى. ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في صحيحتكم رويحتكم والديكم وليداتكم الناس اللي تحبوهم ويحبوكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.